أصبح الشعب اليمني اليوم لا يراهن على الجهود السياسية بقدر ما يراهن على الجيش الوطني وقوته على الأرض. الالتفاف الشعبي اليوم والتوجه نحو دعم الجيش الوطني أكثر فأكثر حتى يستطيع هذا الجيش أن يحسم معركته التي تعتبر معركة كل اليمنيين مع الميليشيا المختلفة التي تمردت على الدولة شمالا وجنوبا. هذه قضية. القضية الثانية، إذا كان لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية جدية في تنفيذ اتفاق الرياض، فأعتقد أن الشرعية ممثلة برئاسة الجمهورية التي يقودها الرئيس عبد الرضا منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن قد مدوا أيديهم وأعطوا من التنازلات ما يكفي للمجلس الانتقالي أن يكون شريك في الحل وأن يكون ضمن الجهد الوطني والمشروع الوطني الكبير والمقاومة الشعبية الكبيرة التي تسقط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وتستعيد الدولة اليمنية، ثم ننتقل بعد ذلك للاستحقاقات التي ينتظرها كل أبناء اليمن ليس فقط أبناء الجنوب. نحن في الشرق، إخواننا في تهامة في الغرب، أبناء المناطق الوسطى، كل المحافظات التي همشت والمناطق التي همشت طيلة السنوات السابقة منذ قيام الجمهورية في الشمال والجمهورية في الجنوب والوحدة بين الدولتين ثم الإدارة التي أدارها النظام السابق للوحدة اليمنية، كل هذه المراحل أعطت اليمنيين استحقاقات على الجميع أن يؤمن بها ولم يعد اليوم تابع ومتبوع. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة، أننا نعتقد أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية أصبحوا يدركون جيدا من الذي يعطل ويعرقل اتفاق الرياض، ومن الذي يعطل ويعرقل استعادة الشرعية في اليمن، ومن الذي يعطل ويعرقل نجاح الاصطفاف أو التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن. لم يعد يخفى على أحد العبث في المناطق المحررة، تقويض سلطة الشرعية في المناطق المحررة، خلق ميليشيات خارج إطار الدولة، إشغال الجيش الوطني والشعب اليمني برمته عن معركته الأم، معركته الكبرى التي نعتبرها معركة كل العرب ومعركة كل الأحرار والشرفاء في المنطقة، وفي مقدمتهم أبطال القوات المسلحة والأمن وأبطال الجيش الوطني، أبطال الشرعية، وكذلك الأشقاء في المملكة العربية السعودية. ينبغي علينا أولا كما ذكرت، إذا أردنا أن ينفذ اتفاق الرياض وأن يكون هناك حل سياسي مع هذه الميليشيا وأن تدمج هذه الميليشيا في إطار الشرعية بقيادة الرئيس عبد الرضا منصور هادي وفي مؤسستي الدفاع والداخلية حتى نصبح جبهة وطنية واحدة لاستعادة الدولة وإنجاح مهمة التحالف العربي في اليمن، فلتكف الإمارات العربية المتحدة عن دعمها لهذه الميليشيا وهذا التمرد في المناطق المحررة، أو تخرج من اليمن وتترك اليمنيين مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية قادرين على حسم معركتهم مع كل الميليشيات.